السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فوز جديد للنصر السعودي على الرياض في ملعب الرياض، وثلاث نقاط مهمة جدا جدا. بيصعب عليك لما تلاعب فريق بيلعب بشكل دفاعي ان هو عاوز يطلع بنقطة. النهاردة الرياض من أول دقيقة لما تشوف الشكل الدفاعي هو بيلعب 5-3-2، والخمسة داخل منطقة جزاء الرياض، الخمسة بيلعبوا والستة والسبعة بيلعبوا في منطقة جزائهم، فمدين بلوك كبير جدا. حتى في تصديات لكور بتتشاط من جوه ال 18 للمدافعين، فده مصعب الأمور. بيقول لي عمل شوية تغييرات في التشكيلة النهاردة. عبد الرحمن غريب بدأ، وعبد الرحمن غريب هو السبب، واللي هو يعني اللي عامل الاسيست بتاع الهدف اللي سجله ساديو ماني في الدقيقة 41. المباراة طبعا هي من جانب واحد، النصر السعودي المباراة من جانبه بشكل كبير جدا، وضغط هجومي كبير جدا، عاوز يفك الألغاز وعاوز يطلع نادي الرياض من خارج بره منطقته، ويلعب حتى دفاع متقدم شوية عشان يديه مساحات، عشان في جملة بتتكرر عند بيولي حاول يعملها النهاردة فلقى ملهاش لازمة، اللي هي جملة إن أوتافيو بيسقطها داخل الملعب، بتعمل تمريرات وتمريرة سحرية من أوتافيو طويلة داخل ال 18 زي الهدف اللي سجل في نادي الهلال في مباراة الهلال والنصر. النهارده أوتافيو لعب كورتين ثلاثة، فبيقول لي من شطارته إن هو متابع المباراة كويس جدا، لأن الطريقة دي مش ماشية، وكل الكور الطويلة مع فريق بيلعب داخل ال 18 بتاعته وبيحاول يلعب على المرتدة، لو خطفها لو راح لو عمل أي حاجة، لغاية الدقيقة 41 لما غير بيقول لي من الضغط من الجناح الشمال الى الجناح اليمين اللي فيه عبد الرحمن غريب اللي بيستلم تمريره وهو في منطقه الجزاء اللي بيعرضها ارضيه اللي بيستلمها ساديو ماني وبيشوطها من مره واحده او من لمسه واحده بتسكن شباك الرياض ليكون الهدف الاول والهدف الوحيد النهارده للنادي النصر السعودي اللي بياخد بيه الثلاث نقاط. المباراه بعدها المدير الفني لنادي الرياض يعني حاول، يعني طلع بخط الدفاع او خط الدفاع طلع من عنده كده في مرحله عنتريه عشان يحاول ان هو يهجم على النادي النصر السعودي، ولكن ده كان هيكلفه الهدف الثاني اللي انفرد بيه ساديو ماني من تمريره من وسط ملعب نادي النصر من طويله من الجانب اليمين الى ساديو ماني بطويله، اخترق بقى خط الدفاع، فهنا تراجع المدير الفني وتراجع نادي الرياض من حته ان انا هلعب دفاع متقدم احاول احافظ على النتيجه على قد ما اقدر، لو قدرت اقدر اخطف هدف للتعادل في اي وقت، لان لو لعبت بالشكل ده والهجمه اللي جت وانفراد تام لساديو ماني في الدقيقه 43 او 44 من احداث الشوط الاولاني كان المباراه هتفتح باهداف كتير جدا. بدأ الشوط الثاني بتحفظ برضه من نادي الرياض واستمر، يعني لغايه مثلا وانت دخلت على الثمانينات في الدقيقه 87 بيحاول، او من الثمانينات كده نادي الرياض بيتخلى عن حذره الدفاعي وبيحاول يعمل حاجه، فبترتد كوره بشكل انفرادي شويه، ساديو ماني بيعرضها لتاليسكا، تاليسكا في الدقيقه 87 تاليسكا بيضيع هدف والمرمى فاضي في الدقيقه 87. رغم ان تاليسكا ضيع الفرصه دي، لكن في المباراه دي والمباراه اللي فاتت مع العين الاماراتي شايف في تحسن عند ساديو ماني، في تحسن كبير جدا، وفي حاله من الفوقان عند نادي النصر السعودي بدايه من مباراه الهلال، يعني في حاله من الفوقان، اللعيبه زي ما تقول كده يعني خرجنا من الكاس متأخرين في الدوري فهنحاول نلحق ونعمل أي حاجة. فالنهاردة شايف أداء متميز، ما تقوليش النهاردة أنت كسبت 1-0، شوف حارس مرمى نادي الرياض وخط دفاع نادي الرياض شايل كام جملة من نادي النصر السعودي، فأنت بتقول إن في شكل هجومي شكل ضاغط من نادي النصر السعودي، إن هو عاوز يوصل مركز، في تغيير من المدرب الفني، في حالة من الفوقان اللي موجودة عشان النصر يرجع ويكون موجود في المنافسة مع نادي الهلال ونادي الاتحاد. المسافة ممكن نشوفها ان هي كبيرة بس مش مستحيلة، انت بتتكلم النهاردة الهلال 28 نقطة والاتحاد 27 نقطة والنصر 22 نقطة، فارق حوالي 7 8 نقاط او 6 7 نقاط، يعني ممكن
يكونوا كتار. النصر تأخر في البداية، والبداية دي سيئة، كان الموسم اللي فات برضه نفس الحكاية عند النصر السعودي، لكن النصر بدأ يحسسنا بأداء نادي النصر اللي احنا كنا متعودينه فيه. نتمنى ان احنا يعني الفترة اللي جاية نشوف أداء أفضل وأكتر وأقوى. المدير الفني بدأ يشتغل، احنا يعني لازم تخرج من كأس الملك عشان تشتغل بهذا الشكل يعني، والأداء ده نشوفه. تحياتي ليكم، وفي النهاية ما تنساش تعمل لايك، وألف مبروك لجمهور النصر، وهارد لك لجمهور الرياض. مباراة جميلة ورائعة، وإن كان الشكل الدفاعي عند نادي الرياض كان واضح بشكل كبير جدا، بس في النهاية ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.